أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار تعلم مجموعة من المصطلحات العلمية باللغة الفرنسية، لأن هذه المصطلحات مهمين وخاصكم تعودوا عليهم من دابا لأنكم تقرأوا الإعدادي باللغة الفرنسية بالنسبة للمواد العلمية. إذا احنا نحاول نحفظ هذه المصطلحات العلمية بالنسبة للدرس ديال مادة رياضيات للمستوى السادس اللي هو المضاعفات والقواسم وقابلية القسمة. إذن ولكن نخدمه بطريقة مختلفة، طريقة التطبيقات التفاعلية. إذن التطبيق أو رابط تطبيق تفاعلي هنخلي لكم في الوصف باش تحملوا هذا التطبيق وتخدموا وتحفظوا هذه المصطلحات العلمية. إذن نبداو بالنسبة للدرس ديال الرياضيات ديال المضاعفات والقواسم وقابلية القسمة. إذا عندنا قم بربط كل مصطلح بترجمته، إننا عندنا الأعداد الزوجية، الأعداد الفردية، المضاعف المشترك الأصغر والمضاعفات. إذا نحاول ربط كل مصطلح باللغة العربية بالترجمة ديالو باللغة الفرنسية. إذا عندنا الأعداد الزوجية هما لي نومبغ بيغ، وبالنسبة للأعداد الفردية هما لي نومبغ أمبيغ. بالنسبة المضاعف المشترك الأصغر هو لو بلو ملتيبل كوما، وبالنسبة للمضاعفات هما ملتيبل. أعيد، المضاعفات ملتيبل، المضاعف المشترك الأصغر لو بلو ملتيبل كوما، الأعداد الزوجية لي نومبغ بيغ، الأعداد الفردية لي نومبغ أمبيغ. المضاعفات ملتيبل، المضاعف المشترك الأصغر لو بلو ملتيبل كوما، الأعداد الزوجية لي نومبغ بيغ، الأعداد الفردية لي نومبغ أمبيغ. إذن سنينا سنقوم بإرسال الجواب. إذن إجابة صحيحة سنتابع. إذن عمشيو ننتقلوا الشاشة الثانية. قم بربط كل مصطلح بترجمته: المصادق، القاسم المشترك الأكبر، القواسم، قابلية القسمة. إذن عندنا أول حاجة بالمصادق، إذن الترجمة ديالها هي لي سيتير. إذن عندنا القاسم المشترك الأكبر هو لو بلون غون ديفيزور كوما، قابلية القسمة هي ديفيزيبيليتي، وبالنسبة للقواسم هما لي ديفيزور. إذن القواسم لي ديفيزور، القاسم المشترك الأكبر لو بلو غون ديفيزور كوما، قابلية القسمة ديفيزيبيليتي، المصادق لي سيتير، القواسم لي ديفيزور، القاسم المشترك الأكبر لو بلو غون ديفيزور كوما، قابلية القسمة ديفيزيبيليتي، المصادق لي سيتير. سنقوم بإرسال الجواب. إجابة صحيحة لنتابع. إذن ننتقل. قم بربط كل مصطلح بترجمته: الأصغر من المئة، عدد صحيح طبيعي، حل وضعيات مسائل، الأعداد الأولية. إذن الأصغر من مئة plus petit que cent، أوكي، الأعداد الأولية le nombre premier، عدد صحيح طبيعي un nombre entier naturel، حل وضعيات مسائل résolution de situation problème. إذن عدد صحيح طبيعي un nombre entier naturel، الأعداد الأولية le nombre premier، حل وضعيات مسائل résolution de situation problème، الأصغر من مئة plus petit que، أوكي، عدد صحيح طبيعي un nombre entier naturel، الأعداد الأولية le nombre premier، حل وضعيات مسائل résolution de situation problème، الأصغر من مئة plus petit que cent. سنقوم بإرسال الجواب. إجابة صحيحة 10/10. فيليسيتاسيون، vous avez réussi في جميع المصطلحات. تنتم ممكن تخدموا التطبيق وتحصلوا على النتيجة باش تشوفوا راسكم واش عارفين هذه المصطلحات العلمية. أتمنى نكون فدتكم. شكرا وإلى اللقاء.